عن توتر العلاقات بين أمريكا وروسيا مؤخرا ينضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشار العلاقات الدولية داتوك أحمد عامر. أستاذ داتوك مرحبا بكم. عقوبات أمريكية على روسيا وغضب في موسكو التي ردت بالمثل على واشنطن، لماذا هذا التصعيد وما هي مبرراته رغم حديث عن لقاء مرتقب محتمل بين الرئيسين بايدن وبوتين؟ تفضل أستاذ أحمد. حياكم الله وشكرا للاستضافة وشكرا لكم هذه الإتاحة الفرصة في هذا الموضوع الهام. مما لا شك أن الموضوع القديم الجديد روسيا أمريكا روسيا أوروبا يعود من جديد ويصبح على رأس القضايا في أمريكا وفي أوروبا مرة أخرى. جو بايدن لم ينسى التدخل الروسي الذي أثبتته المحاكم الأمريكية أيضا في الانتخابات السابقة الأمريكية في وقت ترامب، كما أن الإدارة الأمريكية والمخابرات الأمريكية أيضا تدرك كم كان حجم التدخل الروسي في أمريكا. نعم. وفي مناطق كثيرة حول العالم يوجد أماكن رئيسية لأمريكا أو قواعد هامة لأمريكا فيها، فأصبح للروس أماكن فيها. بالإضافة إلى طبعا التوتر الذي كان قد بدأ في أوكرانيا وضم روسيا لشبه جزيرة القرم. نعم. والآن الصراع الذي على الحدود، أقول أن التوتر يزيد ويزيد جدا برغم أنهم أعلنوا عن لقاء، ونحن لم ننسى اللقاءات التي كانت بين الزعماء في الاتحاد السوفيتي السابق. نعم. وأمريكا، وأيضا وقت التصعيد العسكري الشديد، ولكن كانت تلتقي القيادات في الاتحاد السوفيتي وفي أمريكا. أستاذ داتوك، إلى أي مدى تعتقد أن أزمة أوكرانيا الدائرة الآن تعتقد أنها اختبار روسي لقدرات الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة جو بايدن؟ سؤال مهم وسؤال دقيق. شيء من هذا، ولكن أظن يوجد أكثر من شيء. مما لا شك أن أوكرانيا نقطة رئيسية وشبه جزيرة القرم والحدود وتقدم القوات العسكرية، لكن أيضا الآن أمريكا تتحدث حول أن روسيا دفعت بمقاتلي طالبان وقدمت لهم الدعم والأموال حتى يقتلوا العسكريين الأمريكيين في داخل أفغانستان. إذن تشتعل أفغانستان مرة أخرى حرب بين روسيا وأمريكا، كما كانت حرب بين روسيا وأمريكا في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. مرة تدعم أمريكا الأفغان لقتل الروس، وهذه المرة تدعم روسيا الأفغان لقتل الأمريكان. فتوجد أكثر من ملف، وكلا الدولتين يتحرك بسرعة. القرار الأمريكي لطرد هذه الشخصيات من أمريكا، صراحة الشخصيات الروسية 22. أنا أقول الرقم الرئيسي فيه وهو التدخل الروسي المباشر في داخل أمريكا، وتدخل في الانتخابات السابقة والتي قبلها. نعم. وتدخل في قضايا أمريكية كثيرة، المخابرات الروسية تتواجد وبقوة. لا أقول أن الأمريكية أيضا لا تتواجد، فرص تتواجد، ولكن الروس استطاعوا أن يحدثوا أشياء كثيرة في خلال فترة حكم ترامب في داخل أمريكا. أستاذ داتوك، هناك من يرى أن روسيا وإيران تستخدمان الأذرع الناعمة حينا والخشنة إن صح التعبير حينا أخرى من أجل تحجيم الدور الأمريكي المتراجع منذ ولاية دونالد ترامب. تعتقد بايدن قادر على أن يرسم صورة مغايرة لما تريده روسيا وإيران في المنطقة؟ أتوقع ذلك، وهذا جلي الآن نراه الفترة القصيرة اللي حكم فيها جو بايدن. نعم. واضح جدا أنه يفعل ذلك، ولكن جو بايدن بدأ يفرق بين ملفين ويحاول أن يبعد الخصم الإيراني عن الخصم الروسي ويتعامل مع الخصم الإيراني بصورة مختلفة. الروس هنا حريصين كل الحرص أن يبقى هذا التوائم والعمل المشترك مع إيران في الخلف، وأيضا التوائم والعمل المشترك أيضا مع الصين من جانب آخر. فروسيا أيضا تحاول تلعب على أكثر من طرف، ولكن يبقى أن الضغط الأمريكي خاصة الاقتصادي على روسيا استطاع أن يؤثر، وأثر كثيرا جدا في فترة حكم
أوباما وامتد بعد ذلك إلى فترة حكم ترامب، والآن يزداد في فترة حكم جو بايدن. الروبل يترنح، فعلا يوجد إشكاليات في الاقتصاد الروسي ويوجد ضغط على روسيا حول العالم. ورأينا أيضا الاجتماع الأوروبي الأوكراني الذي تم بين رئيس أوكرانيا والرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية التي انضمت للاجتماع عبر دائرة تلفزيونية أيضا. فأقول إن العمل الأمريكي الأوروبي المشترك للضغط وبقوة على روسيا سيعيد العالم مرة أخرى إلى فترة الحرب الباردة. هو في هذا المفصل الحرب الباردة، يعني بنظرة استشرافية، هل نحن أمام حرب باردة جديدة يعيشها العالم بمعنى آخر أو ربما بصيغة أخرى؟ أستاذ أحمد، هل يتحمل العالم الذي يعاني من جائحة كورونا الدخول في هذا الصراع المحتمل؟ سؤال وجيه لكن له شقين. هل العالم يتحمل؟ هل هم سيدخلون هذه الحرب؟ نعم هم سيدخلون هذه الحرب. هل العالم سيتحمل؟ العالم لا يتحمل. طيب. ولذلك هي قضية لي أدرع وقوية جدا، والأمريكان يرون أنهم سيستطيعوا أن يحققوا انتصار كبير في الوقت الذي روسيا تمر بأزمة اقتصادية كبيرة. وهم يدركون أيضا أن ترامب أعطى الضوء الأخضر للإدارة الروسية، وبسبب علاقاته القوية مع بوتين أعطى الضوء الأخضر للإدارة الروسية لكي تتقدم القوات الروسية والاستخبارات الروسية في أماكن نفوذ أمريكية كانت من سنوات طويلة تتبع أمريكا، الخليج العربي، في داخل ليبيا أيضا أعطاهم المجال، وفي مصر أيضا دخلوا. فأقول إن روسيا استطاعت أن تمتد وبسرعة جدا فترة ترامب لأماكن كثيرة. لذلك أمريكا ستدخل المعركة هذه شاء العالم أو لم يشأ. طيب. ولكن تحالف الأمريكان والأوروبيين سيجعل هذه المعركة تتم لصالح أمريكا. عبر سكايب من لندن مستشار العلاقات الدولية داتوك أحمد عامر، شكرا جزيلا لكم.